الدكتور عبد الحميد العاني، أهلا ومرحبا بك دكتور. بداية، أصدرتم بيانا بشأن إغلاق السلطات الموريتانية مركز تكوين العلماء في العاصمة نواكشوط، هل تعرفنا أكثر عن المركز وأهميته؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك وجميع المشاهدين الكرام. حياك مركز الله. تكوين العلماء من المراكز المعروفة هنالك في موريتانيا، وكان له وهو له تاريخ طويل جدا في تخريج العلماء بعد تعليمهم العلوم الشرعية الصحيحة بناء ووفق منهج الاعتدالي والوسطية. وكان لهؤلاء العلماء المتخرجين من هذا المركز أثر في عموم البلاد في موريتانيا وخارجها في نشر العلم الشرعي الصحيح وفي الحفاظ على الدين من إفراط المفرطين وغلو المغالين. ولذلك لهذا المركز كبير الأثر في الحفاظ على هذا المنهج المعتدل والتوازن، وربما في غيابه وغياب مثل هؤلاء العلماء تكون الساحة مؤاتية للفتن وللغلو وغيره. طيب، إذا كان المركز ينتهج المنهج الوسطي المعتدل، لماذا يتم غلقه إذن؟ يعني للأسف كما جاءت التقارير وعلمنا من خلال العلماء المعتدلين والموثوقين هنالك أن الخلفيات وراء إغلاق هذا المركز هي دوافع سياسية، لأنه جاء هذا الإغلاق على خلفية إجراء انتخابات محلية هناك، ونتيجة التنافس بين أعضاء قد شاركوا في هذه الانتخابات منتمين أو يقف هذا المعهد في خلفيتهم الثقافية والعلمية أو يساندهم ويؤيدهم. ولذا فالقضية فيها بالأساس قضية خلاف سياسي، ويعني في هذه المنافسات فيما بين الجهات الرسمية هناك وبين أعضاء جدد ينتمون أو يؤيدون هذا المركز. هل برأيكم هذا الإجراء يأتي ضمن المساعي الأمريكية للتضييق وملاحقة الاعتدال وفرض منهج بعينه تريده واشنطن في المنطقة؟ لا ريب أننا نرى أن المشروع الأمريكي في المنطقة جميعا هو إثارة الفتن بكل أنواعها، ووسائلهم لهذا الأمر هو أولا بداية هي تأسيس حالة من الفراغ ليكون ينشط فيها الغلو وينشط فيها التطرف، وتأتي المجاميع الخاصة المرتبطة بالمشاريع الغربية والمشاريع المخيفة أو أصحاب الفتن، مناهج الفتن وغيرها، للانتشار ولإشاعة الفوضى في تلك البلاد. ونحن نرى أن أي حالة من حالات عدم الاستقرار وأي حالة من حالات الشد التي ربما منها هذا الأمر يكون له انعكاس سلبي على المجتمع عموما وإثارة الفوضى، ويكون هنالك ردات، يعني حينما يكون هنالك يعني تصرفات تعسفية في حق المعتدلين ربما هذا يكون له أيضا أثر في دفع الناس بالابتعاد من الوسطية ومن الاعتدال إلى انتهاج مناهج فيها تطرف وردات فعل غير محمودة يكون عقبها على المجتمع جميعا. طيب، ما أثر تحرك أمريكا لفرض منهج بعينه على العراق؟ وهل هو جرس إنذار تطلقه الهيئة مبكرا؟ نحن حينما يعني أصدرنا مثل هذا البيان لأننا نعتقد أن المشروع الأمريكي واحتلالها للعراق هو جزء من مرحلة أو من مشروع يشمل المنطقة كلها، ولا سيما البلاد الإسلامية التي تحاول فيه أمريكا ومن معها ومن دار في فلكها أن يثير الفتن في جميع البلاد. ولذا نحن رأينا أنه ما حصل عندنا في العراق من إثارة للفتن كانت أحد نتائج أو أحد أسبابها هو إبعاد المعتدلين وإبعاد المؤسسات الدينية المعتدلة، فكان لذلك كبير الأثر في نشوء الفتن والفوضى في عراقنا. وكذلك حدث مثل ذات الأمر في بلاد مجاورة كسوريا واليمن وغيرها، ولذا نعتقد أن هذا جزء من المشروع الأمريكي، فلذا واجبنا هو التحذير من كل ما يؤثر على إشاعة هذا المشروع، انتشار المشروع الأمريكي وإشاعة الفوضى، لأننا بلاد واحدة وأمة واحدة، نحن أمة الجسد الواحد كما ذكرها نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث المعروف.
نعم، من إسطنبول مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين الدكتور عبد الحميد العاني، شكرا جزيلا لك.